الاول ما كانتش فيها اي حاجه خالص، يعني عندي اخواتي كلهم متعلمين، بحس ان هم يعني حاجه تانية وانا اقل منهم بكتير خالص. موضوع الأمية بتعريفه الأساسي مشكلة كبيرة جداً، يعني يهدد مستقبل الدولة إذا لم يتم علاجه بصورة أكثر جدية وأكثر كفاءة. محو الأمية كان يعاني دائماً من ثلاث قضايا رئيسية: أولاً الجذب، كيف تجذب الأمي لينخرط في هذا البرنامج؟ ثانياً كيف تبقيه في هذا البرنامج؟ وثالثاً عملية منع الارتداد نحو الأمية. هل التكنولوجيا دخولها في محو الأمية هيبقى فعال؟ قررت مايكروسوفت إنها تلجأ لمنظمة عالمية محايدة زي منظمة اليونسكو علشان هي اللي تدير هذه التجربة. مايكروسوفت بتمول ومنظمة اليونسكو بتدير المشروع في 4 دول على مستوى العالم. أنا ما دخلتش مدرسة أولا، يعني انا دخلتها بس ما كنتش حباها، عشان كده ما حبيتش ان انا اكمل. لكن لما شفت قدامي بقى الناس كلها بقت حاجه تانية وبقت العالم حلو وبقى حلو ليهم في كل حاجه، انا حبيت بقى اعمل زيهم وحبيت اتعلم زيهم. كثير من الناس معتقد ان التكنولوجيا دي رفاهيه، دلوقتي التعلم بيتم عن طريق التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا في حلول مشاكل مستعصيه زي الاميه قد يضيف ليها الكثير اذا احسن استخدامها. يعني أنا عندي بالنسبة لحتة التكنولوجيا دي صفر يعني، فالمهم قالوا لا ده احنا هنعلم الدارسات ازاي يكتبوا على الكتاب أولاد ويقروا ويكتبوا ويطوروا من نفسهم، فطبعا أنا بيني وبيني كان ما كنتش مصدقة يعني. استعمال تقنية المعلومات، استخدام الحواسيب كانها من العوامل التي ساعدت على إبقائهم في هذا البرنامج، فهي تقدم وسيلة جديدة سهلة الاستعمال بشكل تفاعلي جيد. مشروع اليونسكو بالتعاون طبعا مع مايكروسوفت واخرين في استخدام التكنولوجيا في محو الاميه نجح انه يعمل حاجات كتير مع بعض، والمنهج المتبع في هذا المشروع لفت انتباه المتعلم الى قضايا المراه وقضايا معيشيه وقضايا حياتيه. هنا التكنولوجيا لعبت دور مساعد يخلي حتى عمليه التعلم اكثر لطفا واكثر اثاره ومتعه حتى للكبار. الأول ما كنتش بعرف أتعامل على اللاب ولا بعرف أتعامل على التليفون، فرق معايا الحاجات كتيرة جدا اللي أنا حبيتها، اللي كنت الأول عاوز أعرفها من الناس اللي كانت بتقولها، دلوقتي بقيت أجيبها لوحدي. مش بس مجرد مدرسة ماسكة قلم وورقة وسبورة وزي الكتاب بقى بتاع زمان وكده، لا أنا بقيت أعرف حاجات كتير ومعلومات كتير واتطورت طبعا جدا. مايكروسوفت بتولي اهتمام خاص بالتعليم، التعليم بالنسبة لنا من الركائز الأساسية اللي بتطور أي أمة. كون أن البرامج المستعملة هي برامج يمكن أن تنقل وأن تستخدم في هواتفهم النقالة أو في حواسفهم الشخصية، أتاحت لهم فرصة الاستمرار في استخدام هذه البرامج. بيقولوا أنت بقيت أحسن مننا، كلموني على الفون، بيكلموني على الكتابة، أنت بقيت تكتب أحسن مننا، بقيت أسرع مننا. كل ما بمشي بلاقي قدامي يافطة، بلاقي حاجة قدامي أقراها، أعرفها أنا فين، أعرف يعني راكبة العربية، أعرف أنا في الحتة الفلانية. الأول كانت تتكلم في التليفون أنت في الحتة كذا، أنا ما أعرفش أنا فين. كنت بخاف جدا، لكن دلوقتي مش خايفة، أمشي في أي حتة وأنا رافعة راسي فوق. لما نقول إنه نسبة الانتظام في الفصول بتوصل لأعلى من 90%، ده كله جذب، خصوصاً إنه مفيش حافز مادي بيقدم للدراسات، كل اللي بيقدم للدراسات تعليم مختلف، ميسرة، مدربة، منهج بيقول للناس قولوا لنا هي إيه مشاكلكم وتعالوا نفكر مع بعض إزاي نحلها. بالنسبة لتدريب الميسرات وضعنا خطة نمرة 1 دعمهم في المادة العلمية اللي هيدربوها، نمرة 2 كيفية التعامل مع المتدربات، إزاي ربطنا ده بفكر المرأة والحياة. نحن في نهاية البرنامج والذي ساهمت به حوالي 425 سيدة وآنسة، وكانت نسبة النجاح هي 82%، وهذه من النسب المرتفعة جدا. جزء من فشل المحاولات السابقة أنها كانت غير هادفة، ما بتمسش المواطن. أعتقد البرنامج ده نجح في استثارة الرغبة عند المتلقي أنه يمحي أميته. إزاي الارتباط بتاع المتدربات بالتابلت بتاعهم؟ إزاي ابتدوا يبقوا
أكثر شغفاً بالتعلم، كان الحضور منتظم، كان الاهتمام بالحضور، التفاعل مع الميسرات والتفاعل مع بعض المتدربات، فكانوا بيتعلموا من بعض وكانوا بيتعلموا أسرع. احنا في مصر هنا شايفين ده مشروع مثالي ممكن التوسع فيه بالتعاون مع اليونسكو، كلنا مع بعض ممكن نعمل مبادرة لمحو أمية المصريين في زمن معين. التعليم هو الأداة الوحيدة إنه حياتكم تبقى أحسن. يعني مش فارقة معايا أي حاجة غير تعليمي، واللي أوصل لحاجة كبيرة في تعليمي حتى لو كان صعب عليا ومش هعرف خالص في حاجة، لا هحاول مرة واتنين وتلاتة عشان أوصل لها.